لم تخطب وغفر الله لزوجتي، واقف قليلا من الوقت ندعو الله عز وجل لها بالتثبيت عند السؤال، فإنها الآن تسأل. سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي وأهم ثمانية معلومات عنها. إزالة كيس دهني سبب وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي تفاصيل. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي وأهم ثمانية معلومات عنها. سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي لطالما كانت مواقف الداعية المصري الشهير عبد الله رشدي مثيرة للجدل، كما أنه من أكثر الدعاة الجدد الذين أحدثوا جدلا واسعا. تصدرت زوجة الداعية الشهير محركات البحث منذ فترة خلال العام المنصرم 2022 بعد أحد القضايا الشائكة لزوجها. عادت زوجة الشيخ إلى الواجهة مرة أخرى منذ أمس السبت، ربما لآخر مرة بعدما أعلن عبد الله رشدي عبر حسابه الشخصي على تويتر وفاة زوجته. فتعرف معنا على التفاصيل الكاملة لوفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، وكيف أصبح مستشفى شهير متهم بالإهمال الطبي، وتفاصيل الكاملة. توفيت زوجة الداعية الإسلامي المصري عبد الله رشدي أمس السبت الموافق 31 من ديسمبر 2022 عن عمر ناهز 35 عاما. وأعلن خبر وفاة زوجة عبد الله رشدي عبر صفحته على فيسبوك، وشيعت جنازتها اليوم الأحد من مسجد السيدة نفيسة. لطالما كانت حياة الداعي الإسلامي الشخصية بعيدة عن الإعلام، لكن الكثير كان يبحث عن زوجة عبد الله رشدي، خاصة بعد المشكلة الأخيرة التي أثرتها ضد سيدة عراقية تدعى جيهان. إزالة كيس دهني سبب وفاة زوجة الداعي عبد الله رشدي تفاصيل. تقدم الشيخ عبد الله رشدي الداعي الإسلامي ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس، اتهم خلاله مستشفى بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة الإهمال الطبي. وكشف مصدر مقرب من عبد الله رشدي تفاصيل ما حدث داخل المستشفى منذ وصول زوجته المستشفى حتى حدوث الوفاة. وقال المصدر في تصريحات صحفية: زوجة الشيخ عبد الله رشدي دخلت المستشفى لإزالة كيس دهني بأحد الأماكن، وكانت حالتها طبيعية، لكنها نتيجة جرعة بنت جزائدة والإهمال الطبي حدث فشل كلوي لها ومشكلات بالرئة والقلب والكبد، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، مشيرا إلى أنه تم وضعها على الأجهزة بعد ذلك، لكن قضاء الله نفذ وصعدت روحها إلى بارئها. عقب وفاة زوجتها، القصة الكاملة لتبادل الاتهامات بين عبد الله رشدي ومستشفى شهير بالتجمع الخامس. شهدت التحقيقات في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي داخل مستشفى خاص شهير بالتجمع الخامس مفاجآت وتفاصيل جديدة، حيث تبين أن المستشفى حرر محضرا قبل 20 يوما من الوفاة. طلب فيه رشدي بسداد رسوم وتكاليف العلاج الخاص بزوجته داخل المستشفى، وأن الداعية حرر بلاغا في قسم الشرطة اتهم فيه المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة خطأ طبي والإهمال الجسيم. وحرر الداعية عبد الله رشدي محضرا يتهم فيه مستشفى شهير بمنطقة القاهرة الجديدة وأحد الأطباء بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته بسبب خطأ طبي. بدأت القصة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من الداعية الإسلامي يتهم فيه المستشفى بتسبب في وفاة زوجته التي تبلغ من العمر 35 عاما بسبب خطأ طبي بعد تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى. طلبوا منه مليون جنيه تفاصيل جديدة في وفاة زوجة عبد الله رشدي داخل مستشفى شهير بالتجمع. أعلن الشيخ عبد الله رشدي الداعي الإسلامي أمس وفاة زوجته بعد عشرة دامت 15 سنة. كما تقدم عبد الله رشدي ببلاغ إلى قسم الشرطة التجمع الخامس اتهم خلاله مستشفى نسائم بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة الإهمال الطبي. وكشف مصدر مقرب من عبد الله رشدي بعض التفاصيل الخاصة بحالة زوجته وما طلبته المستشفى قائلا: زوجته على الأجهزة من 5 أشهر، وأمس طلبت المستشفى من الشيخ عبد الله رشدي مبلغا خياليا تكاليف الفترة الماضية، حيث طلب منه ما يقرب من المليون جنيه. وواصل المصدر: الشيخ عبد الله رشدي طلب من المستشفى تقريرا طبيا بالحالة، لكنهم رفضوا أن يعطوه،
مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد المستشفى. وأكد المصدر أن ما تم تداوله البعض بشأن وقوع خلافات بين عبدالله رشدي وزوجته على خلفية اتهام سيدة عراقية تدعى جيهان بهتك عرضها وخداعها بزعم الزواج منها عار تماما من الصحة ولا يعد كونه إشاعات، مشيرا إلى أن علاقتهما كانت جيدة ولم يكن هناك شيء بينهما. عقب وفاة زوجتها القصة الكاملة لتبادل الاتهامات بين عبدالله رشدي ومستشفى شهير بالتجمع الخامس. شهدت التحقيقات في واقعة وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي داخل مستشفى خاص شهير بالتجمع الخامس مفاجآت وتفاصيل جديدة، حيث تبين أن المستشفى حرر محضرا قبل 20 يوما من الوفاة، طلب فيه رشدي بسداد رسوم وتكاليف العلاج الخاص بزوجته داخل المستشفى، وأن الداعية حرر بلاغا في قسم الشرطة اتهم فيه المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة خطأ طبي والإهمال الجسيم. وحرر الداعية عبدالله رشدي محضرا يتهم فيه مستشفى شهير بمنطقة القاهرة الجديدة وأحد الأطباء بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته بسبب خطأ طبي. بدأت القصة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من الداعية الإسلامي يتهم فيه المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته التي تبلغ من العمر 35 عاما بسبب خطأ طبي بعد تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى. طلبوا منه مليون جنيه تفاصيل جديدة في وفاة زوجة عبدالله رشدي داخل مستشفى شهير بالتجمع. أعلن الشيخ عبدالله رشدي الداعي الإسلامي أمس وفاة زوجته بعد عشرة دامت 15 سنة. كما تقدم عبدالله رشدي ببلاغ إلى قسم الشرطة التجمع الخامس اتهم خلاله مستشفى نسائم بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة الإهمال الطبي. وكشف مصدر مقرب من عبدالله رشدي بعض التفاصيل الخاصة بحالة زوجته وما طلبته المستشفى قائلا زوجته على الأجهزة من 5 أشهر، وأمس طلبت المستشفى من الشيخ عبدالله رشدي مبلغا خياليا تكاليف الفترة الماضية حيث طلب منه ما يقرب من المليون جنيه. وواصل المصدر الشيخ عبدالله رشدي طلب من المستشفى تقريرا طبيا بالحالة لكنهم رفضوا أن يعطوه، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد المستشفى. وأكد المصدر أن ما تم تداوله البعض بشأن وقوع خلافات بين عبدالله رشدي وزوجته على خلفية اتهام سيدة عراقية تدعى جيهان بهتك عرضها وخداعها بزعم الزواج منها عار تماما من الصحة ولا يعد كونه إشاعات، مشيرا إلى أن علاقتهما كانت جيدة ولم يكن هناك شيء بينهما. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي؟ لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.